فالعلامة محمد إقبال هو عاش في بين القرن التاسع عشر والعشرين، في نهاية القرن التاسع عشر، حيث ولد في 1877 في مدينة سيالكوت، وهي مدينتي كما تفضل بذكر ذلك الدكتور. ثم توفي في 1938، فهذه هي الفترة، يجب أن نتذكر هذه الفترة التي عاش فيها العلامة إقبال. منذ الطفولة بدأ العلامة محمد إقبال تعلم اللغة، 3 لغات معا: اللغة الفارسية، وهي كانت آنذاك اللغة يعني ثقافية ورسمية أيضا في شبه القارة في ذاك الوقت، واللغة العربية إلى جانب اللغة الأردية. وكان أستاذه في هذه المرحلة مولانا مير حسن، وله تأثير كبير في شخصيته، وهو الذي غرس فيه الشغف لدراسة الأدبين والفارسي والعربي والأردي كذلك، لهذه الآداب 3 منذ طفولة. فبعد أن أكمل الماجستير في الفلسفة في لاهور في الهند في ذاك الوقت، سافر العلامة محمد إقبال إلى أوروبا بإشارة من أستاذه الإنجليزي، أستاذ توماس أرنولد، الذي علمه السير في المناطق الوعرة من العالمين الفكري والفلسفي. وحصل محمد إقبال على درجة دكتوراه من جامعة ميونخ بألمانية، وكان عنوان أطروحته تطور فلسفة ما وراء الطبيعة في إيران، وكان ذلك في عام 1907. تعتبر السنوات، وهذه نقطة مهمة جدا عندما نتحدث عن تكوين شخصيته، تعتبر سنوات ما بين 1908، حيث رجع من أوروبا في هذه السنة، هو رجع من أوروبا، إلى عام 1914، فترة للنضج الفكري والفلسفي لدى إقبال. ففي عام 1915 نشرت مجموعته الشعرية الأولى بعنوان أسرار خدي، أي أسرار إثبات الذات. وفي عام بعد 3 سنوات تقريبا، في عام 1918، تم طبع مجموعته الشعرية الثانية رموز بخدي، أي رموز نفي الذات، ويعد هذان الديوانان مصدرين أساسيين لفهم نظريته الخدي، أي إثبات أسرار الذات. وهذه الخدي، هذه النظرية التي تنبع منها جميع نظرياته الأخرى.